فأسأل الله العظيم أن ينصرهم ويسدد رميهم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي أحد أبطال الحد الجنوبي علي أبوجه، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك يا أخوي، بس أسمي علي بجوي مو بوجي. طول لي بعمرك. أنا ما أبغى أكون رسمي، ولكن عندي سؤال يعني، وبعدها بأترك المجال لك. أبغى شعوركم وأنتم في ميدان الشرف وأنتم تنالون هذا الإنجاز العظيم اللي صراحة كل الوطن العربي يتمنى أن يكون في هذا المكان. طيب أخوي، طبعاً على أرض على ميدان الحرب، طبعاً أكيد أنت تخاف تتوتر من طلقات الرصاص أو القذائف، لكن يوم تتذكر أنه وراك شعب كامل يديرك، بتحس بشجاعة، بتحس بتأثير كل شخص وراك أنت قاعد تدافع عنه وتحميه، فمستحيل أنه يصورك خوف أو شك أنك تتراجع، هذا شيء مستحيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصركم وأن يكون معكم. أبغى كلمة مبسطة ويعني بإيجاز عن 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 الناس الـ 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 عن أبطال الحد الجنوبي والناس اللي تتابع أخباركم أول بأول واقفة معكم. والله أنا يعني كل اللي أتمناه أن الناس تدعي للأبطال اللي على الحدود الجنوبية، لأنه ما حد يدري إيش يعانون منه، أما من برد وأما من أفاعي أو عقارب أو عدو أو غدر، فأتمنى منهم يكتبون دعاهم لهم، والله ينصرهم قريب بإذن الله، وبإذن الله العدو دائم مدحور. أوكي، الله ينصركم إن شاء الله ويسدد رميكم. شكرا جزيلا لك أخوي علي بوجي، سعدنا بهذا الاتصال كثيرا. حياك الله. الله يطول في عمرك. أسأل الله أن يقف معهم إن شاء الله ويسدد رميهم. أنا في كلمة أذكر الوالد كان يقولها لي، بما أن الوالد أحد أبطال الحد الجنوبي،